سيتي فيا ريال الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله العشرين وين شاهدنا وين نقولوا باللي اليتي اليوم وين يفوز على فيا ريال بثلاث اهداف لهدف في هذه الجوله رغم ان شاهدنا وين فيا ريال بنجومها لكن بدون جدوى وين نقولوا بيري الذي سجل الهدف في الدقيقه الثالثه لصالح اليتي وين جوردي يعني مورينو الذي عدل النتيجه في الدقيقه 22 لكن وين شأنه وانتهى الشوط الأول بهدفين لهدف في الدقيقة 45 ميلا وين يسجل عن طريق ضربة جزاء ويعود ميلا كذلك في الشوط الثاني ويسجل الهدف الثاني له عن طريق ضربة جزاء والثالث لناديه إليتي في الدقيقة 52 يعني وين كانت مباراة كانت شأنها غياب يعني الاحتياط عيسى ماندي اللي كان في الاحتياط رغم ان شان عيسى ماندي في الاحتياط شان بيبي في الحراسه راؤول يعني جوهان خون خور يعني كل يعني وين كوبي دانيال سامويل اليخاندرو ريمي ومورينو المسجل يعني ونقولوا باللي المسجل الهدف الوحيد يعني وين الدقيقة 22 شادنا وين نقولوا باللي إليتي يعني وين باديا في الحراسة وين لعب دور كبير وين روكي ليساندرو شادنا وين كارلوس خوسي أنخيل يعني وين عمر وين جيرارد يعني ميلا المسجل الهدف يون بوناسي ولوكاس في التشكيلة تاع إليتي يعني وين نقولوا باللي رغم أن 65% نسبة استحواذ للفياريال 530 تمريرة لكن بدون جدوى أمام نادي عرب كيفاش يسجل أهداف تاعو ويحافظ على النتيجة يعني 535 نسبة استحواذ إليتي 162 وين تدل على أن وين فياريال يعني وين كان مسيطر لكن بدون جدوى سيطرة بدون جدوى وين نقولوا باللي إليتي وين جاوه ثلاث فرص وين سجلهم جاتو فرصة ميلا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة شان مورينيو وين عدل النتيجة رغم أن فياريال وين ضيع الكثير من الأهداف شان ميلا وين يعود يعني وين يسجل ثلاث أهداف كاملة يعني ثلاث أهداف ميلا وين عن طريق ضربات جزاء يعني في الدقيقة 45 و52 عن طريق ضربة جزاء يعني وين الهاتريك لميلا اليوم يعني بالأهداف والأداء هذه مباريات الجولة العشرين يعني إليتي ثلاث أهداف فياريال هدف الدور الإسباني الدرجة الأولى ما تنساوش أعطونا جيم كومنتير وبارتاجوا لنا الفيديو واللي يمشي أبوني معنا وربي يحفظكم خاوتي ودائما معكم بجديد.